مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما قلناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. طائرة الرئيس الإيراني، حكاية جزائري عاد من الموت، تتويج الزمالك، ويلا بينا نعرف كل الأخبار بالتفاصيل. اتصدر خبر تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً، وده بعد ما سقطت المروحية اللي كان بيستقلها في أثناء رحلته لمحافظة أذربيجان الشرقية. وكان من أكتر الفيديوهات اللي حققت ملايين المشاهدات هو الفيديو اللي بيظهر فيه عمليات البحث عن الطائرة والرئيس الإيراني وسط الغابات وكمان الضباب الشديد. وأعلنت إيران رسمياً عن وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية بعد عمليات بحث استمرت أكتر من 12 ساعة. الغريب في الموضوع أن السوشيال ميديا كلها كانت بتتكلم عن توقعات ليلى عبد اللطيف عن الحادث قبل وقوعه بفترة طويلة جداً ضمن سلسلة توقعاتها. وهنا مهم نقول صحيح ليلى عبد اللطيف اتوقعت الحادث ده وغيره، لكن مش لازم ننسى أنه كذب المنجمون ولو صدقوا. اتصدر اسم المواطن الجزائري بن عمران عمر كل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قصته واللي ممكن نقول عنها انها اشبه بالخيال والقصص السينمائيه، وده بعد ما تم العثور عليه بعد 30 سنه من اختفائه. الشاب لقوه موجود في حفره بداخل حظيره حيوانات بمنزل جاره وكان في حاله ماساويه. الحادثه دي حصلت في مدينه الجلفه الجزائريه بعد ما تم العثور على الشاب بالصدفه بعد ما كان كل الناس بيعتبروه انه مات. الغريب في الموضوع ان امه قبل وفاتها كانت قالت للجيران انها شاكه في جارهم بسبب انه الكلب بتاع الشاب الجزائري كان كل يوم بيقف قدام بيت الخاطف وكانه كان عارف مكانه، ولكن بعد ايام لقوا الكلب نفسه مقتول. وحتى الان التحقيقات لسه جاريه للكشف عن تفاصيل خطف الشاب واختفائه طول الفتره دي، وخصوصا انه في اسئله كتير عن حياته طول الفتره اللي فاتت في الحفره وازاي كان عايش وازاي بياكل وكمان بيشرب. اتصدر فوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه الترند على السوشيال ميديا بعد فوزه على نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في طبعا مباراة العودة بالقاهرة، بعد ما كان خسر في مباراة الذهاب واللي أقيمت بالمغرب بنتيجة 2-1. وكان أكتر لقطة اتصدرت الترند هي لقطة هدف المباراة الوحيد واللي أحرزه اللاعب أحمد حمدي واللي كان السبب في التتويج بالبطولة. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة نادي الزمالك على فوزه. ألف مبروك لنادي الزمالك ولكل جماهيره، وبنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي واللي هيلعب مباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل بإذن الله. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز أوف ذا ويك. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة سكوب. الأيام اللي فاتت كتر الكلام جداً عن الحوادث اللي بيتعرض لها البنات أثناء استخدامهم لتطبيقات المواصلات، ولأن الموضوع تسبب في حالة كبيرة جداً من القلق عند كتير من الأهالي والأشخاص اللي كانوا بيتعاملوا مع التطبيقات دي على أنها مصدر للثقة والأمان. شفنا تحركات خلال الأيام الأخيرة من المجلس القومي للمرأة وكمان من نواب البرلمان عشان يتم وضع حد لكل الأزمات والمشاكل. وعشان نعرف أكتر عن التفاصيل هيكون معنا الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله كويس. عايز اعرف من حضرتك موقف المجلس القومي للمرأة من الأزمة الأخيرة لتطبيقات النقل الذكي. احنا بالنسبة لنا طلعنا بيان من واقع القانون تنظيم النقل الذكي، القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، انه بعض الالتزامات اللي موجوده بالفعل في القانون احنا ما بنشوفهاش، زي التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا، ان هم يلتزموا بوضع بعمل فحص مخدرات وكحول على عينه عشوائيه شهريا، يطالب برضو وزاره النقل باجراء فحص العينات عشوائيه دوريا للسائقين بالكوميسيون الطبي. كل ده موجود في القانون، و التزام الشركات بتقديم شهاده تفيد تدريب السائق وتاهيله وبمعرفتها للتعامل مع التطبيق الالكتروني، التزام الشركات باعاده تدريب السائق في حاله وجود اكثر من 3 شكاوي منه،
وكمان مطالب أهمها إنه السائق يوقع على وثيقة أمان وسلامة مهنية، وهي كمان يبقى فيه توعية دورية من الشركات دي على للسائقين بقوانين الجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة أو عموما، لأن في جرائم تانية ممكن نكون سمعنا عنها من خلال تدريبات دورية إلزامية. واحنا كمان كمجلس على أتم استعداد لتقديم أي دعم يتعلق بالتوعية، لأن احنا لنا دور قوي في التوعية في المجتمع، واشتغلنا مع مؤسسات كتير وبنشتغل مع وزارة النقل نفسها، لأن احنا عملنا وثيقة أخلاقية للسائقين في وزارة النقل على مستوى وسائل النقل المختلفة، عشان نقدر ان احنا نطمن انه كل العاملين في هذا المجال على علم بالقواعد والقوانين المعمول فيها في الدولة للحفاظ على سلامة المرأة. طيب أستاذة أمل، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو الشركات دي هل بيكون عندهم من الأول شروط لتعيين السائقين ولا لا؟ اللي أنا أعرفه إنه في شروط طبعا على الويب سايت حضرتك بتخشي، يعني حضرتك لو قاعدة دلوقتي عادي ممكن تخشي تبقي سائقة في ثانية، من غير ما بيبقى في مثلا فيش تشبيه او ما بيبقى مثلا ما فيش بيتلسع. ارفعي على السيستم، ارفعي اي فيش تشبيه على السيستم. طيب هل تعتقدي ان بعدين ممكن يكون في شروط هتتحط للسائقين اللي بيتجهوا ان هم يشتغلوا سائقين في الشركات دي ولا لا؟ المفروض انه في جهات دلوقتي، المفروض انه اللي بينظم العمل الشركات دي في مصر هم وزاره النقل والمجلس القومي للاتصالات طبعا وزارة الداخلية، فهم أعتقد أن هم هيبتدوا يحطوا أو هم أوريدي حاطين، هي بس تفعيل للبنود القوانين القانون اللي موجود مكتوب حلو جدا، ففي بعضهم محتاج بس أن هو يتفعل. ويعني بشكر جدا وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة لكل الحوادث اللي حصلت مؤخرا والناس ابتدت تتكلم عنها. هي الحوادث كمان حوادث فرديه اكثر منها تعميم، انا ما اقدرش اعمم انه في خطوره مثلا على استخدام مثل هذه الوسائل، لكن احنا بنكبر او بنعلي مستوى الامان اللي موجود بالفعل. مظبوط، بس احنا في الفتره الاخيره برضو الحوادث دي زادت، مش هقول لك ان ده اللي كنا عايشين فيه بقالنا كذا سنه فاتت، بس هي زادت في الفتره الاخيره. رايك الشخصي ليه زادت؟ لسرعه الاستجابه. دايما لما بيبقى في سرعه استجابه الناس بتبقى انا كده هاخد حقي فانا هبلغ. احيانا الواحد من مشاغل الحياه ممكن يحصل له مشكلة ويطمس انه يبلغ عنها عشان عارف انه مشوار الابلاغ صعب، لكن لما بيلاقي غيره بياخد حقه بسرعة، لا طب انا كمان انا متضايق من اللي حصل لي او انا متضايقة من اللي حصل لي فانا هبلغ. طيب احنا بنطالب برضو الشركات دي انه يبقى فيه زي كل دول العالم زر الاستغاثة اللي موجود في الابلكيشن يبقى مربوط بوسائل بجهات امنية عشان يبقى ضمان اكبر للامان. تعتقد ان ممكن يبقى في كاميرات بداخل كل عربيه متصله بالشركه مباشره زي الشركات دي ما بتعمل في الخارج؟ الشركات دي ما بتعملش كده في الخارج. التاكسي، شركات التاكسي هي اللي بتعمل كده. خلي بال حضرتك النقل الذكي قائم على عربيات ملاكي. صح، التاكسي هو اللي بيبقى فيه الكاميرا. موجود في القانون، موجود في القانون انه يتم وضع ملصق ما من قبل اداره المرور على السيارات التي تعمل تحت هذه الابلكيشن، بحيث انه رجال المرور او المجتمع يبقى عارف ان ده عربيه ملاكي لكن تعمل كاجره مؤقتا. ماشي، واحنا برضو طالبنا الشركات انه تفعيل الخطوط الساخنه عندهم والناس تقدر ان هي تبلغ، واعتبار لانه التحرش او الهتك العرض او اي حاجه ضد المراه ده جريمه وجنايه في قانون العقوبات، دي مش حاجه هينه زي مثلا خناقه ما بين سائق وراكب على الاجره مثلا، لا ده دي جنايه
لا تسقط بالتقاضي. فلازم لما يبقى فيه بلاغ بحاجه زي كده لا يتم الاستهانه بيها واخذها على محمل الجد طبعا، ويعني وتوقيع العقوبه دايركت على الشخص اللي ممكن يكون عمل حاجه زي كده، و يعني ان هم يتداولوا هذه المعلومه ان فلان الفلاني عمل اتهم بهذا الجرم، بحيث انه بقيه الشركات كمان تقدر ان هي تبقى عارفه بتشغل مين وما بتشغلش. صح. استاذه امل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوي المراه بالمجلس القومي للمراه، بشكر حضرتك جدا على المداخله، وبكده نكون خلصنا فقره سكوب. وده معدنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها أكاونت النجوم على السوشيال ميديا. ممكن تعلمني بوكس؟ مش مهم خالص. نجم السوشيال لاب النهاردة الفنان محمد إمام، اللي دلوقتي انتهى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد اللعبة مع العيال، واللي هيتعرض في عيد الأضحى 2024. الفيلم من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام. تعالوا نبدأ بالإنستجرام لأنه متفاعل عليه جداً. بيتابع محمد إمام 13,600,000 متابع، وهو بيتابع 79 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي حوالي 1,298 صورة وفيديو. أكاونت محمد إمام معظمه صور وتريلرز لأعماله الفنية، فهو ناشر أكتر من 200 صورة ليه مع فنانين شاركوا في أعماله، وكمان بوسترز لمسلسلاته. وطبعاً محمد إمام معروف بحبه وتأثره الكبير بوالده عادل إمام، فلقينا إنه ناشر تقريباً أكتر من 50 صورة وفيديو بتجمعه بالفنان عادل إمام، والفيديو ده نشره في عيد ميلاد الزعيم السنة دي. عندنا واحد كمان اسمه محمد إمام. لا ده ثلاث أرباع بنات مصر دلوقتي بتحب محمد. احكي لك على حاجه، انا لقيت تليفوني الو، وبعدين قلت لها ايوه، قالت لي محمد موجود، قلت لها محمد مين حضرتك، قالت لي محمد امام. فانا بكل يعني كل تاريخي وبثقه كده قلت لها انا عادل امام، قالت لي لا انا عايزه محمد امام. واللي لفت نظرنا انه دايما بيعمل كوميكس على مشاهد من اعماله، وكمان محمد امام بيحب جدا ينشر فيديوز تحضيرات وتدريبات لافلامه. من الانستغرام نروح للفيسبوك، بيتابع محمد امام 19 مليون متابع، واخر بوست نشره بيعلن عن فيلمه الجديد اللعبه مع العيال، ونشر صور لكل نجوم الفيلم وكتب توكلنا على الله. وبكده نكون عرفنا محمد امام بيتفاعل ازاي على السوشيال ميديا. كتير مننا لما بيمر بمواقف صعبة أو ظروف قهرية بينهار، وبيبقى مش عارف إزاي يتخلص من كل الضغوط النفسية اللي بتقابله، وبالتالي ده بيأثر على صحته وحالته النفسية وكمان تحقيقه لهدفه في الحياة. ولكن في ناس قدرت إنها تحول المحنة القوية اللي عدت بيها وكل العقبات اللي في طريقها لبدايات جديدة كلها نجاح بدون أي ضغوط وبرؤية جديدة ومختلفة للحياة. ضيفتنا النهاردة عندها قصة جميلة وملهمة مع تقلبات الحياة والظروف الصعبة اللي اتحطت فيها واللي كانوا سبب رئيسي في نجاحها. منورنا النهاردة يارا مازن، مؤسسة بودكاست حوارات في متعة الحياة أو جي دي في توكس. ازيك يا يارا؟ هاي، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انا حاسة ان انت هتعيطي من المقدمة. بس بصراحة عجبتني جدا. ثانك يو. انا اول حاجة عايزة اسألك عليها، عرفيني بيكي، عرفيني مين هي يارا. بصي انا عارفه لما يعني انسانه عايشه كده بسجيتي وبقلبي، ودايما لما الشخص بيبقى عايش كده مش دايما بيواجهه الحاجات الكويسه، يعني بيواجهه ده وبيواجهه ده، فطبعا يعني انا بحب الحياه جدا، فمهما كان في صعوبات الواحد بيخش فيها لازم بيعديها، ما عنديش اوبشن، يعني ما فيش اوبشن ان انا عارفه لما تحسي ان في ناس كده ما عندهاش اللينك ده في دماغها، خلاص اللي هقع وهقوم. بس المره دي كانت مختلفه جدا، عشان قعدت، ولما قعدت سالت نفسي هو انا بقع ليه، وحاولت افهم ايه الدروس اللي انا المفروض اتعلمها وبعمل ايه غلط، عشان كشخص عايش بقلبه جدا لقيت ان انا مش بس عايشه بقلبي، انا عايشه بدراعي. عارفه الطريقه دي اللي هو واخده كل حاجه كده بصياع، اللي هو اكني يعني هعرف اغير العالم، ولحد ما لقيت انه
هو انا مش هغير حد خالص، ولا هغير العالم، ولا هغير اي حد، انا هغير نفسي. اوكي يارا، ازاي جات لك فكره جي دي في توك؟ بصي، انا من 3 سنين يوم عند ميلادي حصل لي حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايسيس. يعني الهايبرتنسيف كرايسيس دي زي ضغط الدم بيتجنن خالص، بيطلع وما بينزلش، فبيؤدي طبعا لحاجات صحيه اللي هو يا ستروك يا ازمه قلبيه يا جلطه. فالمهم 24 ساعه من الاحداث دي طلعت منها، عرفت انه اللي انا بعمله ده، طريقه اللي انا ابقى عايشه بدراعي دي غلط، وطريقه ان انا ابقى عايشه كل حاجه بزياده برضو غلط. بالظبط، ان انا ابقى عايشه بقلبي كده على دراعي كمان غلط. وقعدت نفسي قلت بصي يا رو، انت فاكره بقالك عايشه بقالك 38 سنه فاكره انك بتعملي كل حاجه صح، وطلعتي حماره. فقعدي فتره شوفي انت بتعملي ايه. فسبت الشغل قعدت في البيت، وكنت طبعا يعني الواحد عارفه بيطلع من الصدمه صدمه جسديه بالطريقه دي، الواحد جسمه بيبقى فيه خوف كتير قوي، فكنت واحد بيخاف يتحرك، بيخاف ياكل، بيخاف يشرب، كان وقت صعب شويه. فالمهم بدات خطوات بيبي ستابس كده، انه معلش يارا، عارفه. فيمكن 3-4 شهور كده وانا قاعده في البلكون عندي بشرب الشاي، جيت على كلمه جوا دي فيفر. جوا دي فيفر دي انا عارفه انها كلمه فرنساوي وتقيله، وبس حبيتها جدا، معناها متعه الحياه. ايه بقى هي متعه الحياه؟ هي متعه الحياه، الجمله يعني بتقول في متعه الحياه في بساطتها، في انها تتعاش بطريقه خفيفه سهله، وفيها الهام. في الهام دائم، مش شرط ان الالهام معناه ان انا محتاجه ان انا اطلع جبل عشان ابقى ملهمه، لا، ممكن ابقى ببساطه مبتسمه، صبوره في الصعاب، حاجات بسيطه جدا احنا مش بنبقى عارفين ان في المساحه دي ان احنا نعملها، ان احنا يعني نعيشها بالطريقه دي. متربيين ان احنا لا، محتاجين نذاكر كويس قوي، ننجح، النجاح ده حاجه مهمه جدا، لازم يبقى فيه كومبيتيشن، الكومبيتيشن دي حاجه، المنافسه دي حاجه بتقوينا وبتقوينا. لقيت انه انا مش مقتنعه بالكلام ده، انا مقتنعه بانه لا، ممكن يبقى فيه طريقه تانية، طريقه ابسط، فاهمه، طريقه انه ان احنا نبقى بنتعاون اكتر من ان احنا بنخبط في بعض. فالمهم وانا قاعده في البلكونه جات لي بقى الفكره دي اللي هي تحتها كل المبادئ دي. وبعدين قلت ما هو انا اكيد انا مش لوحدي، هو عمرنا ما بنبقى، عمر ما الواحد بيبقى بيمر بحاجه بيبقى لوحده، صح؟ يعني قصتي هتبقى قريبه جدا من قصه مليون حد تاني، او مشاعرك بالظبط. فقلت طب انا كنت ديجيتال ميديا، يعني ديجيتال ايجنسيز بقالي 15 سنه، هو ده اللي حرق دمي واعصابي غالبا. اكيد حاجه صعبه جدا بصراحه، يعني ده قصه تانية خالص بقى، اندستري تانية خالص. بس كان معايا الادوات، يعني كان معايا الادوات ان انا اقدر ان انا ابدا بودكاست، ان انا اعمل كونتنت، ان انا كان عندي الادوات عندي انا حتى من غير تيم. فقلت طيب انا عايزه اقول ده، انا عايزه اقول ده، عايزه اشارك انه في طريقه تانية، اكيد في طريقه تانية، فاهم قصدي؟ اصل ده مش طبيعي، مش طبيعي ان حد عنده 38 سنه صغيره جدا يحصل كل ده ليه. بعدين ابتديت ابص حواليا، لقيت دي قصه مكرره جدا، يعني من اوتو اميون ديزيزز للحاجات الكرونيك، السكر والضغط والقلب، حاجات حوالينا، واحنا يعني الايج جروب بتاعنا 40s صغيرين على الكلام ده. فقلت لا، ما هو اكيد في حاجه احنا بنعملها مش مظبوطه. بس فبدات اتكلم واشارك في الموضوع ده في البودكاست اللي هو جي دي في، اللي هو كان اسمه جوا دي فيفر، وبعدين لقيت طبعا اسمه ده صعب جدا، فحطيتي الانيشلز بقى جي دي في توكس، انه يعني جوا دي فيفر اللي هي متعه الحياه بتتكلم يعني. اوكي. بس وبدات من هناك، بدات ان انا عايزه اقابل الناس كلها اللي ممكن تبقى بتفكر بنفس الطريقه دي، ناس ناجحه وناس عاديه وناس يعني كل الناس، بس في شريحه معينه بيفكروا كده. بس حتى لو الشريحه معينه، انا بحس وانا بتفرج على البودكاست بتاعك انه بيخاطب كل الناس، يعني مش شريحه معينه زي ما انت قلتي، لان القصص ممكن تكون بتحصل لشرايح تانية كتيره جدا. انا مقتنعه بحاجه، انا مقتنعه ان احنا كبني ادمين كلنا واحد. بالظبط، يعني مفيش شرائح اصلا، صح؟ يعني هي مفيش يعني ف
بس المجتمع بيحب يبص على ناس على 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 مسل معينه. فاهمه قصدي؟ انا كان بالنسبه لي عايزه اطلع من المسل دي ناس بسيطه، بمعنى ان هي بتخاطب الكل، بتخاطب الكل وروحها بسيطه. وبنتكلم، تقدر نقعد نتكلم. عارفه كان دايما يسالوني انت هتتفلسفي، انت هتقعدي تتفلسفي بقى؟ اقول لهم جماعه انتوا عارفين ان اي حضاره لازم بتقوم على فلسفه الحضاره دي. صح. يعني مفيش حضاره بتقوم غير لما يبقى فيها فلسفه. صح. فاه هقعد وهتفلسف، يا ريت بليز. محتاجين نقف لحظه ونبطل انتاجيه فظيعه ونشوف احنا بنعمل ايه. وده مغزل او الرساله، انه لمده ال 45 دقيقه اللي احنا بنقعدها على الكنبه بنقف لحظه وبنفكر ايه معنى الحب، ايه معنى النجاح. احنا كل واحد يقول لك انا ناجح 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 ناجح، يرفع ايده. طب ايه معناها؟ ايه معنى ما هي النجاح ليا مختلف عن النجاح ليكي، مختلف عن اللي هو فاهمه. فطب هو معناه ايه؟ وهل ممكن يبقى النجاح حاجه بالبساطه ان انا ابقى مثلا مرتاح البال؟ هل ده نجاح؟ فده كان الهدف. في ناس بتقول لك مثلا انه ان الانسان يكون وصل لاعلى درجات النجاح لما يكون باله مرتاح. بالظبط بالظبط. ده اتشيفمنت رهيب. ايوه، بس منين بقى ده؟ وانت يعني النجاح اللي احنا بنقيم عليه، لو رحتي قلتي انا ناجحه عشان انا راحت البال، محدش شايفه. ما حدش شايفه ده ممكن يتريقوا اصلا. صح. فاهمه قصدي؟ فعشان نقدر ان احنا نخلق مساحه جديده فيها لغه جديده للنجاح ولغه جديده للحب. الحب مش بس اغاني وطبل. صح. فاهمه؟ ده حاجه تخلي العالم يدور ويلف. فاهمه قصدي؟ مظبوط. يعني بحاول اخلق المساحه دي. طب انت بتختاري ضيوفك يا يارا بناء على ايه؟ بصي، انا الحمد لله عندي، عارفه الانتويشن. فبيبقى في ناس كده معينه، اخش مكان الاقي ناس بتنور اكن حواليها كده نور هيلة. معين هاله معينه، وبقى حاسه ان الشخص ده هعرف اقعد اتكلم معاه. وفي جميع يعني الحمد لله يعني 99.9% بيطلع مظبوط. بتحسي بالظبط. فبحس بالناس اللي هتعرف يبقى عندها نفس الصدى ده، هتعرف تتكلم اللغه دي. هتعرف ان هي تقعد لحظه يعني عارفه يفتح قلبه. يفتح قلبه ويتفلسف شويه يعني. صح. او ينظر لنفسه بطريقه داخليه شويه. لان على فكره انت ممكن فعلا زي ما انت بتقولي، ممكن يكون واحد محقق حاجات كثيره جدا في حياته، او واحده محققه حاجات كثيره جدا في حياتها، ولما تيجي تتكلمي بقى بجد معاه من جوه تلاقي مفيش قوي. ممكن يكون براجماتيك قوي وبني ادم عملي جدا، ما بيوقفش ثانيه ويحس بالاحاسيس الموجوده الكثيره دي. ولما حاجه برضو اكتشفتها، عارفه انا في الاول كنت بقول لا، انا هم ناس معينه، هي ناس معينه بس الجوا دي فيفر اللي هم الناس اللي عندها المتعه في الحياه دي. او بتفهم يعني ايه متعه الحياه دي. بعدين اكتشفت انه في يعني لو دعبستي كفايه في داخل كل حد، لو خد المساحه الامنه بتاعته والوقت بتاعه، هتلاقي عنده حته كده اللي هو الحته اللي بيهرب منها. بيهرب. ممكن يبقى يعني شخص عقلاني جدا وكل حاجه، بس لو اديتينه المساحه دي يطلع اللي جوه، بس هيعرف يكونكت اللي جوه. انت فاهمه قصدي؟ فاهمه. فالجمال برضو انه ده جوانا كلنا. يعني هو مش حاجه سبيشال انه يارا وصحابها اللي شكلهم كده، لا مفيش كده، هو كلنا كده، بس ندي المساحه لبعض ان احنا نطلع ده. فاهمه قصدي؟ مظبوط. واللي قدامك كمان يدي لنفسه الفرصه ان هو يعرف يطلع اللي جواه. طبعا. طب بتختاري ضيوف مثلا بناء على مثلا عنده قصه او موقف معين، ولا بس ان هو بتحسي بالضيف ده شخصيته ان هو ممكن يطلع حاجه تفيد الغير؟ بصي، انا مقتنعه انه كلنا عندنا قصص ملهمه. اي حد فينا لو قعد حكى قصته بطريقه معينه هتبقى قصه ملهمه، ومش بطريقه معينه. يعني ان كلنا عندنا صعوبات، وكلنا بنمر بحاجات صعبه جدا وبنعديها، وحاجات تانية بنعطل شويه وبعدين بنعديها. فاهمه قصدي؟ فكل انسان عنده بسميهم pearls of wisdom. عنده مدام عاش يبقى اكيد عنده. بس هم ايه وهيطلعوا ازاي وهيفيدوا الباقيين ازاي، هو ده اللي انا بحاول ان انا اطلعه من كل حد. طب الضيوف اللي انت دايما بتختاريهم بيكون عندهم قصص في الحياه، بتحسي ان في عامل مشترك بين معظم ضيوفك؟ مثلا كلهم مثلا عندهم حته صبر، كلهم مثلا عندهم حته تصالح،
تصالح نفسي. تصالح نفسي كلهم يعني معظمهم بيبقى عندهم ان هم ممكن يكونوا شايفين نفسهم بطريقه صادقه، وده مش معناها ان هم كلها حلاوه، صح صح، بس بطريقه صادقه ان هو هيقدر ان هو يقعد يقول انا شايف 1 2 3 ويبقى صادق كفايه مع نفسه انه يعرف يقولها، وسامح لنفسه ان هو يبقى فولنربل. يعني مش عارفه انتي، انا مش عارفه اجيب لك الترجمه حاليا بصراحه، ولا انا عارفه يعني ممكن بس تكون كلمه زي ان هو يكون مستعد انه يطلع اللي جواه بالظبط، مش يعني مش خايف، مش حاطط 100 وش بالظبط، يعني مش او حاجز او حاجز ان احنا دايما بنبقى يعني في الحياه، الحياه بتعلمنا انها مش امنه، مش حياه امنه، فبنقعد نحط حواجز 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 حوالين نفسنا لحد ما احنا نفسنا نختفي، يعني جوهرنا يختفي. فبرضو المساحه اللي بتتعامل في البودكاست ده ان هي تخليكي تعرفي الشخص ده بجد، ولما الشخص ده يبتدي يبقى عشان هو عنده تسامح يعني او تصالح مع نفسه هيوريكي نفسه، هيسمح لنفسه ان هو يوري نفسه. فكرتيني يا يارا واحنا قاعدين بنتكلم، واحده صاحبتي كانت دايما تقول لي احنا لما بنيجي نواجه مشاكلنا مش عاملين زي الناس اللي بتروح تاخد ادويه، ومش قصدي ان انا طبعا اقلل من ده لان في ناس فعلا بتكون محتاجه ده مع دكاترتهم وكده، بس في ناس بتستسهل من غير دكاتره ويقول لك انا هاخد مهدئ، انا هاخد حاجه تنيمني، انا هاخد مش عارفه ايه هروب. فقالت لي انت متخيله ان احنا بقينا ناس قله جدا ان احنا بنقعد ونواجه مشاكلنا ونعيط ونلطم ونزعل وما ننامش وما ناكلش. انت فاهمه صعوبه ده جدا؟ يعني فاهمه كويس قوي. يعني ده بيتطلب شجاعه، يعني اللي بيقول لك مثلا ده شغل تنميه بشريه. طب يا جماعه انتوا فاهمين ان الواحد ينمي من نفسه ويحاول يفهم نفسه صعبه ازاي؟ محتاجه شجاعه قد ايه؟ طيب احكي لي يا يارا عن اول حلقه عملتيها في البودكاست، ايه كان رد فعلك ورد فعل اصحابك ورد فعل اهلك والناس اللي اتفرجوا؟ بصي انا اول حلقه عملتها مع محمد عبله فنان، وكان بسبب ان انا وقتها ما كنتش بنزل الشارع خالص، ما كنتش بعرف يعني كنت بخاف من حاجات كتيره جدا. جالك زي فوبيا من نزول الشارع؟ اوكي. فوبيا من بني ادمين اكشلي، يعني كنت ببقى خايف، اللي هي اسمها اجروفوبيا، اللي هو بخاف من التعامل مع بني ادمين. فنزلت يوم، يعني هو كان عامل كورس رسم، فقلت انا هروح، انا برسم. اوكي. فروحت حضرتها ولقيت نفسي مبسوطه جدا، فقلت له انا نفسي ان انا اعمل معاك لقاء. فقال لي تنوري. فروحت كلمت معاه، كانت من احلى، انا خلي بالك بالنسبه لي انا بتبقى من احلى اللحظات واحنا قاعدين بنتكلم انا مع اي جست بصراحه لحد النهارده. والرياكشن كان ملهم بصراحه جدا، ان حسيت ان في ناس محتاجه تسمع ده، انه يقدر يساعدهم في حاجه، انه الاحساس بس ان في مساحه امنه اتنين بيتكلموا فيها وبيقولوا كلام عميق، الناس مش واخده على ده فحبت ده، فاهمه؟ يعني حبت انه في المساحه، ان في المساحه دي، انت فاهمه قصدي؟ في انه بقى ايه ده، يعني احنا ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا؟ ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا، فاهمه؟ ممكن نقعد نتفلسف شويه؟ ممكن نقعد نتفلسف شويه، يعني مش محتاجه ان انا اجري اجيب العيال لا مش محتاجه تعملي كده، لا مش محتاجه تعملي كده، يعني محتاجه، يعني ولا انت محتاجه ان انت تبقى بتجري 24 ساعه. يعني انا فاهمه طبعا انه متطلبات الحياه و و و و و بس احنا برضو اللي بنكرر متطلبات الحياه، فهو دايما اختيار، فان صح. انا هدي نفسي المساحه دي، ده اختيار. رد فعل اهلك ايه؟ بصي انا اهلي من ساعه طبعا ما يعني شافوني واقعه في المستشفى بهارت اتاكس وحاجات كده، فهم ادوني مساحه امنه جدا. يعني ادوني مساحه ان هم يحاطوني بحب ويسيبوني اعمل اللي انا حاساه. عندك ولاد؟ عندي بنوته. عندها كام سنه؟ عندها 13 سنه. احساسها ايه لما بتيجي تعملي بودكاست؟ بصي في الاول كانت مستغربه شويه، انت بتعملي ايه، انت مجنونه بقى خالص وكده. مامي بقى هتفضحنا على السوشيال ميديا والحاجات بتاعتها، بس هي ده ما كانش محتاج سوشيال ميديا ولا محتاج ان هو استنى اعمل بودكاست، هي كانت في مرحله مامي هتفضحنا كده ولا كده يعني. مفهوم طبعا. فمن وهي يعني 10 سنين وهي مامي، يعني عارفه لو ما استنتش 13 مثلا. بس دلوقتي بصراحه هي she's very proud، فخوره بيكي. فخوره باللي حصل، فاهمه؟ بالنتيجه.
يعني مش انه بودكاست ومش انه سوشيال ميديا ومش ده. انها حست ان امها اتغيرت. حست ان امها بقت مبسوطه اكتر. وبعبر عن نفسي. أيوة. وبطلع كريتيف انرجي بتاعتي، فبالتالي بديها بسمح لها ان هي كمان تعبر عن نفسها. انت عارفه زي ولادنا برضو بيتفرجوا علينا بيقلدوا. بالظبط، هما بيقلدوا. فده لما كل ما انا ببقى يعني، انا لو انا تعبانه هي هتلاقيها مغلقه، لو انا فخوره بنفسي وحابه اللي انا بعمله هتلاقيها هي كمان بتعمل ده. فطبعا ده ما كان من احلى الايفكتس يعني علينا احنا الاثنين الحمد لله، على قد ما الوقت اللي فات ده كان صعب جدا علينا، انه هو انا وهي في الاخر، انا وهي لوحدنا. فكان على قد ما هو امتحان، على قد ما هو عارفه ريبيرث جميل قوي يعني، او ولاده جميله قوي. ولاده جميله جدا جدا يعني الحمد لله بصراحه. طيب رد فعل الناس على السوشيال ميديا كان عامل ازاي بعد اول حلقه؟ احنا نقدر نقول ان انت من اول الناس اللي عملت بودكاست اتعرفت على السوشيال ميديا. بصي انا كل التعليقات كانت بوزيتيف، غير طبعا موضوع اللغه، عشان انا اشتغلت على نفسي ان انا ابقى بتكلم عربي. فهم بيقولوا لك مثلا انت بتعملي ميكس الانجليزي مع العربي في الحلقه. بالظبط، فانا عشان اقدر ان انا اعمل اعالج القصه دي ترجمت كله بالعربي وكله بالانجليزي، ان كمان في ضيوف اجانب. فقلت ان دي طريقه ان هي اقدر اوصل الرساله من غير ما يبقى فيه جذب وشد. بس يعني بصراحه التعليقات كلها جميله جدا، من ناس عايزه تشارك في البرنامج، ومن ناس ملهمه جدا، ومن ناس حابه قوي، يعني كلها بصراحه كانت حاجات بوزيتيف وجميله جدا يعني تخليني استمر. اصل غير كده هتستمري ليه؟ فاهمه يعني ساعات الواحد الرساله بتبقى قويه، بس بيبقى محتاج برضو تحفيز وتسقيف يعني. صح، طبيعي يعني. طب يارا تقولي ايه للناس اللي هم بيعملوا حاجات بيحسوا بيها ان هم بيجوا فوق طاقتهم عشان يعملوا الحاجه دي لنفسهم، لشغلهم، لاصحابهم، لاولادهم، لجوازاتهم او زوجاتهم، تقولي ايه للناس دول؟ هي دي اصلا حاجه صح ولا غلط من وجهه نظر؟ بصي هي زي ما قلت لك، احنا متطلبات الحياه احنا بنختارها يعني، في الاخر احنا عندنا اختيار، دايما عندنا اختيار. و يعني انا هقول على نفسي، انا عشت عمري كله مقتنعه ان انا بالعطاء هقدر ان انا اكتسب الحب، واكتشفت ان ده غلط جدا. ان انا مهما اديت، لو انا مش سامحه ان انا اخد او ان انا ادي نفسي، محدش هيعرف يديني ازاي. في اوقات كده عارفه اللي هم اللي اسمهم المي تايم والكلام ده، اللي هو اصلا بقى مهووس وقت لنفسي. وانا لازم احب نفسي ولازم اركز وادلع نفسي. بالظبط، هو كلام مهروس ودلوقتي الواحد بقى سامعه كتير قوي، بس هو في الاخر حقيقي. هو حقيقي جدا، ان انت محتاجه انت او انت بصراحه، عشان طبعا. هو في الاخر هي اشخاص يعني، انا ماليش في جو الويمن امباورمنت للاسف يعني، بني ادمين كلهم انا لازم ابقى كويسه عشان اقدر اخلي اللي قدامي كويسين. فانا لو هفضل اجري 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 على فارغ هتحرق. بالاخر مهما كان الناس اللي حواليا بحبهم، ومهما كان شغلتي بحبها، لو ما استريحتش هتحرق. لازم الانسان كده يعني، صبح وليل. فاهمه الكون ما هو برضه كده، فاهمه بالاشهر هتلاقي في وقت الدنيا بتشتي، فالدنيا كلها بترست، بعدين وقت الربيع يعني هي كده صبح كل حاجه فيها رست. احنا ليه ما نبقاش عندنا ده؟ صح. ليه الواحد يشتغل 24 ساعه؟ فاهمه؟ يشتغل 12 ساعه وبعدين يرجع يعمل حاجات للعيال، وبعدين يعمل مش عارفه ايه، وبعدين ما ينفعش. طيب من خلال تجربتك الخاصه او تجارب الضيوف اللي بيجوا لك، ازاي الواحد ممكن يتعامل مع الفشل؟ ازاي يبدا تاني من جديد؟ والفشل ده بقى رينج كبير طويل عريض من حاجات مختلفة يعني. انت عندك فشل مثلا في دراسة، ممكن فشل في شغلانة، ممكن فشل في علاقات، ممكن فشل في علاقة واحدة بأهلها أو بولادها أو بزوجها أو الزوج مع زوجته، أو فشل كلمة كبيرة قوي. بس دايما بيبقى فيه زي ما تقولي كده جايد لاينز أو خطوط معينة بنبقى عارفين منها ازاي نقدر نتعامل علشان أقف تاني واقدر ابتدي تاني من جديد، واللي انا عديت بيه يمكن مشيت بشويه خطوات مش صح هي اللي وقعتني، احاول واجرب تاني حاجه جديده. ايه هي الجايد لاينز؟
بصي انا هضحكك، انا بالنسبه لي بشوف الفشل ده من احلى الحاجات. يعني برضو لازم أنا اشرح لك ان انا شخص بيأفور شوي، يعني هو طبعا الفشل مش احلى حاجه، بس بالنسبه لي الفشل واضح. يعني انا فشلت، ففشلت ليه؟ عشان عملت 1 2 3 فتعلمت. فانا لما بفشل ببقى عارفه انا اتعلمت من فشلي، فخلاص الدنيا واضحه. يعني انا دلوقتي كنت في جوازه مثلا وما نجحتش. ما نجحتش ليه مثلا؟ هتقعدي تفكري ما نجحتش ليه؟ 1 2 3 انا اخترت مثلا حاجه انا كنت شايفاها من الاول بس تجاهلتها مثلا. فتعرفي ان انت لا، الحاجات دي لازم تبقي عارفاها من الاول، واللي تحسي بيه تسجليه. ما ينفعش تطنشي عشان الحاجات دي ما بتروحش. صح، بني ادم مخه بيفتكر وقلبه بيفتكر وجسمه بيفتكر، كله بيفتكر، فاهمه قصدي؟ فانا بالنسبه لي الفشل فهو درس، والدرس مفيد جدا عشان الواحد ينمو بعديه. بس اهم حاجه ان الواحد يواجه الفشل ده، انه ساعات صعبه كبيره قوي ان الواحد يقول اصل انا فشلت. بتبقى صعبه حتى انك تقوليها، بس انا فشلت وتعلمت وعرفت ان انا اخد التجربه دي وما اكررهاش. انا وده متهيألي اسمى انواع النجاح. ان الواحد يبقى عارفه لما الواحد ينجح كأنه بينجح على الفاضي، اللي هو تيجي مع العمي طبات كده. أيوة، اللي هو فاهمه. بس لما بتطلعي من تجربه فاشله الى تجربه ناجحه بتبقي عارفه انه انت اتعلمتي وتقدري بقى. اقدر اقعد دلوقتي واقول لك تعملي 1 2 3 فاهمه ليه؟ عشان عندي ثقه في الخطوات اللي اتخذت. فاهمه قصدي؟ فاهماكي. في حاجه كمان كنت قريتها كده من فتره، بيقول لك انت هتفضلي تقعي في نفس المشكله هي لحد ما تطلعي وتتعلمي ان الخطوات دي ما ينفعش تتعمل هي طبعا باترنز. هو البني ادم بيبقى عنده باترنز وبتتكرر وبتعيد وتزيد في نفسها لحد ما بناخد الدرس. طيب بالنسبه للبودكاست عامه، ليه الناس فجاه بقى عندها اقبال على الموضوع بتاع البودكاست؟ بصي، هو البودكاست من احلى الفورمز، عشان هو او الفورماتس يعني بتاعت الكونتنت، عشان هو سهل. ولما شخص بيبقى عنده رساله معينه او موضوع معين عايز يتكلم فيه، فالشغف بتاعه كافي ان هو يقدر يعمل يقوم حاجه زي كده. فاهم قصدي؟ ان هو بسيط في قعدته، بسيط في انتاجه. متهيألي ليه هو تريندنج دلوقتي؟ عشان هو صادق. في نسبه صدق عاليه جدا، والناس اللي بتطلع عليه بتطلع بطبيعتها جدا. فحته الصدق زي ما بقول لك، هو الصدق مع النفس، كان الناس بتتفرج عشان يشوفوا ناس صادقه مع نفسها، والناس بتحس جدا. هو ما فيش، هو انا مقتنعه بمقوله كده ان هو الحاجه بتطلع من ذا انرجي اوف كريشن. يعني انا لو عامله حاجه بحب هتوصل للشخص بحب، لو عاملاها بصدق هتوصل بصدق. فلما كل ما الناس بتبقى على طبيعتها اكتر، كل ما بتوصل الرساله اسهل يمكن. بس اتمنى ان يبقى كل حد يبقى عنده رساله برضه، ما يبقاش برضه كلام على كلام فوارغ يعني. أيوة. يارا انا يعني مبسوطه جدا ان انت كنتي معايا النهارده، وبجد كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، ولو هعمل يعني ساعات من وحلقات كتيره من ترانز بجد عايزه اضيع كل الوقت معاكي. يعني ربنا يخليكي. ثانك يو، انتوا لذاذ كلكم بصراحه يعني. ميرسي تجنني وتجيلي بقى على جي دي في توكس ان شاء الله. نعيط بقى مع بعض بقى. معروفه يعني، اكيد معروفه. حاسه عندك حاجات انت بتسالي كتير قوي. حاسه انك بتسالي بس عندك حاجات تقوليها كتير. انا حاسه. ميرسي يارا على وجودك معايا النهارده، نورتيني بجد.